السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله الحمد، انهينا إجراءات السيارة وإن شاء الله بنسلمها لصاحبها. اللي حاب نفس هاي السيارة أو أي سيارة ثانية بإمكانه أن يتواصل ويانا على الأرقام اللي موجودة في الشاشة، بإمكاننا نحن نوفر له أو حتى نحن نخلص له السيارة من أي مكان مثل هذه. ما شاء الله، طبعا كلها على حسب رغبة الشخص وعلى حسب الشيء اللي هو يبغي. شكرا لكم، منصور الحمادي.